وليس الذكر كالانثى واحنا بنتكلم في حلقه اليوم بنشوف ايه الفروق هنتكلم عن فرق في التفكير بين المراه والرجل المراه زي ما قلنا يمكن في حلقه الجوارب التشريحيه ان المخ هو مكان التفكير ويمكن يوجد مخ داخل القلب عندنا كلنا عندنا خلايا عصبيه جوه قلبنا الناس كتير بتفكر ان التفكير في الدماغ عضوين في جسم الانسان لا نقول لا تتجدد خلاياهم هو المخ والقلب عضوين بنتخلق بعدد معين من الخلايا ونموت بعد بهذا العدد ولكن لا تتجدد كل خلايا جسمنا بتتغير عينينا بتتغير إيدينا. قلبنا. قلبنا لأ. كبدنا. معدتنا عضلاتنا. عظامنا كل جسم الانسان بيتغير بالكامل، يعني جسمك اللي معاك النهارده مختلف عن جسمك من خمس سنين فاتوا كان جسم تاني، الا عضوين الا وهو المخ والقلب. القلب العلماء اما اكتشفوا لقوا فيه خلايا عصبيه هي اللي بتدي للقلب الشحنه اللي بتخليه ينبض بدون شاحن، نقول سبحان الله العظيم، تخليه ينبض وينقبض منذ وجودك في بطن الام حتى الولاده. طبعا ما نيجي نشوف الفروق بين المخين المخ اللي بنفكر بيه طبعا ما فيش عملية أجريت حتى الآن بتغيير مخ لكن في عمليات أجريت بتغيير قلب بعض الناس بيفشل القلب بيفشل هذا القلب اللي هو مضخة كانوا بينظروا ليه كده لكن ربنا ما بيقول لهم قلوب لا يفقهون بها قلب بيفقه نعم القلب بيفقه وبيفهم لان في خلايا عصبيه غيروا قلب إنسان كان شاب مات في حادثة دول واحد راجل كبير مريض فالراجل الكبير خد قلب الشاب ده الراجل كان عمره ما بيدخن لأ نفسه عايز يدخن كانش بيحب ياكل أكل معين بقى يحب الأكل ده ليه لأن هناك عقل آخر داخل القلب خد بالك الكلام ده إحصائيات ودراسات مش مجرد كلمات بنقولها في الإعجاز العلمي اما جبنا نتكلم عن مخ الرجل في اول دراسه اجراها كان دكتور اسمه بول بروكا بول بروكا عمل ايه سنه 1861 قارن بين وزن المخ عند الرجل والمراه 432 مخ جاب 432 مخ أسمهم يعني نصين لدول بتوع جثث يعني بعد ما الناس ماتت فتح الرؤوس وطلع الوزن وقعد يقارن بينهم وجد متوسط وزن مخ الرجل 1325 جرام يعني كيلو 325 جرام. متوسط مخ المراه 1144 جرام يعني كيلو 144 جرام يعني مخ الرجل اكبر من حيث الحجم. طيب دراسات حديثه وجدت ان وزن مخ الرجل بيزيد من 10 ل 15% عن وزن المخ عند المراه. قالوا يرجع ذلك ان حجم الرجل الكبير اكبر من حجم المراه فعملوا دراسه لبعض الناس المتشابهين في الاوزان والاحجام فكانت النتيجه بتقول التجربه ان وزن مخ الرجل بيزيد بمقدار 100 جرام عن وزن مخ المراه طبعا ده مش تفاضل ليه بقى؟ وجدوا حاجه عجيبه جدا المخ عباره عن فصين يمين وشمال يعني نصين الوصلات اللي بينهم عند المرأة كتير جدا عند الرجل قليلين فوجدوا ان الرجل في اغلب تفكيره يفكر بالفص الايمن المرأة تفكر بالفصين في نفس الوقت لذلك ما نقول التفكير عند الرجل والمرأة المرأة تستطيع التفكير والعمل في نفس الوقت الرجل ما يقدرش الرجل لا بيفكر لا بيشتغل ولو بيشتغل يشتغل حاجة واحدة بس يعني ما يقدرش يشتغل في حاجتين في نفس الوقت انما المرأة تجدها وهي واقفة بتطبخ بترد على التليفون ممكن عايل على ايديها بترضعه وهي بتطبخ وبترد على التليفون وهي في نفس الوقت حاطه الغسيل في الغسالة شغال دماغها مشغولة بالاربع خمس حاجات في نفس الوقت الرجل تفكيره لا تفكيره حاجة واحدة في الوقت ولذلك المرأة احيانا نقول لو مش فاهمة كده في الرجل تغلط كثير في التعامل معاه يعنى هو بيعمل وظيفه معينة فى البيت ليه تدي تديله فكر وتساله فى حاجه هو عمله لا طب نخلص اللى احنا فيه نعمل اللى احنا مش قادر يستوعب انه يعمل حاجتين ثلاثة فى نفس الوقت انما تفكير المراه لا تفكيرها تستطيع التفكير فى اشياء كثيره فى نفس الوقت بيشبهوا مخ الرجل ومخ المراه بحاجتين يقولوا مخ الرجل يشبه الدرج يعنى ايه حاجه واحده تفتحها تخلص بقى وترجع تقفله ما ينفعش حاجة تاني لكن يقول لك إنما مخ المرأة كالضرفة ضرفة إيه مفتوحة وفيها أرفف الرف اللي فوق كذا والرف اللي تاني كذا وهي مجرد تفتح الضرفة تستطيع التفكير في أشياء كثيرة طبعا دي ميزة في المرأة مش بنقول عيب ولكن هي إذا أرادت الرجل يبقى زيها مش هتعرف، والرجل أيضا إذا أراد إن المرأة تبقى زيه مش هيعرف لأنه كل ميسر لما خلق له. بنقول الرجل عندما يفكر بفص مخه الأيمن هو يريد الأشياء العامة الموضوعات الكبيرة عايز يلخص، الرجل يحب التلخيص الموضوعات. والمرأة تحب تفاصيل الموضوعات الرجل ينجذب بعينه يعني مخه نقول ذاكرة بصرية يعني يمشي في حتة يقولك أنا شفت كذا شفت الشارع حفظت الطريق من عيني المرأة ذاكرة سمعية يقولك أنا سمعت سمعت إن قالوا إن هتخش يمين في شمال سمعت كذا المرأة ذاكرتها سمع هي تقدر توصل لتفكيرها عن طريق قصص تسمعها الرجل اما تيجي لزوجته بتحكي له حاجه وعايزه توصله تبقى فاهمه ان هو بيسموه تفكير الملخصات يعني ايه تفكير الملخصات يعني ايه اللي حصل تقولي له حاجه ملخصه اما انت عايزه تكسبي جوزك في الحديث لخصي له الموضوع يعني والدتك جت النهارده جابت لنا كذا وسابت كذا خلاص قصه بسيطه لكن المراه ما ينفعش تحكي لها كده لازم تتكلم بالتفصيل الشديد المراه تحب تفاصيل الاشياء يعني ما ينفعش المراه وانت بتسرد تقول لها ايه آه انا رحت الشغل وقابلت واحد صاحبي وخلاص لا صاحبك ده اتكلم معاك في ايه طب عمل ايه طب انت كنت فين وقفت فين تحب تعرف تفاصيل تفاصيل الاشياء طبعا دي في بعض المهن تحتاج الاهتمام بالتفاصيل وبعض المهن محتاج الاهتمام بالكليات، لذلك المراه تهتم بالتفاصيل والرجل يهتم بالكليات. احبائي في الله في ختام هذه الحلقه ادعو الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزدنا علما.